مشاهد الكرام، موجز لأهم الأخبار سهله بسم الله الرحمن الرحيم. وجه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية خطابا هاما إلى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وأكد رئيس الجمهورية أنه بصدد دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني للانعقاد في الفترة القريبة القادمة وممارسة مهامها المناطة بها لمراجعة مسودة الدستور، مشيرا إلى أن السلام سيبقى هدفا لا مجال للحياد عنه إذا ما انصاعت تلك الميليشيات للمرجعيات المتفق عليها والتي لا تراجع عنها مطلقا، والمتمثلة بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وقال فخامة الرئيس: اليوم يخوض شعبنا اليمني معركته الأخيرة التي لن يتراجع عنها، فهي ستكون آخر الحروب بإذن الله، وفيها سيلفظ هذا الشعب كل القاذورات إلى مزابل التاريخ، فالتاريخ يمضي إلى الأمام، والشعب لا يمكن أن يركع لنزوة فرد مريض أو جماعة بلا أخلاق أو أن يكون مرتهنا لإيراني وأطماعها ونهجها. وأضاف رئيس الجمهورية أن مشروعنا النبيل المشروع الذي يجد فيه كل اليمنيين أنفسهم، المشروع الذي كتبه اليمنيون بأيديهم بأحرف من نور في مؤتمر الحوار الوطني شهد له العالم أجمع، الدولة المدنية الاتحادية الحديثة، اليمن الجديد القائم على العدل والمساواة والحكم الرشيد، المشروع الذي يعلو فيه شأن اليمني بوصفه يمنيا وليس بوصفه من جغرافية، من جهة جغرافية أو سلالة أو حزب أو قبيلة أو مركز نفوذ. جدد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية سعيه وتمسكه الدائم بخيار السلام انطلاقا من مسؤولياته الوطنية تجاه أبناء الشعب اليمني. جاء ذلك خلال استقبال فخامته وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس أولود، والذي ناقش معه جملة من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين الصديقين وعلى مختلف الصعد، ومنها ما يتصل بجهود السلام وآفاقه الممكنة والمتاحة، مثمنا الجهود الحميدة التي تبذلها المملكة المتحدة في هذا الإطار لما من شأنه أمن واستقرار اليمن والمنطقة بصورة عامة. وفي اللقاء استعرض فخامة الرئيس مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحة الوطنية، متناولا فرص السلام والجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال دعم مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لتحقيق السلام المبني على الأساس على الأسس والمرجعيات المرتكزة على المبادرات الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية، وخاصة القرار 2216. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على أهمية الاحتفالات بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر لما تمثله من أهمية سياسية ورمزية ثورية ضد الإمامة والاستعمار، والتي أنهت عقودا من زمن التخلف لشعب مزقته الحروب والصراعات. وشدد رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها خلال لقائه في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بعدد من النخب الإعلامية وبحضور محافظي حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بوريك والسقطرة سالم عبد الله السقطري، على أهمية الإعلام ودوره في صناعة الفكر والرأي باعتباره السلطة الرابعة وأحد العوامل المؤثرة في التغيير الإيجابي نحو استعادة الدولة وتثبيت مؤسساتها. وقال الدكتور بن دغر: إن الدولة الاتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني هي الطريق الوحيد لإنقاذ اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره. وأضاف رئيس الوزراء أن الحوثيين لا يوجد لديهم أي مشروع سياسي إلا عودة الحكم الإمامي البغيض الذي رفضه شعبنا إلى غير رجعة. وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر باعتماد 20 مليون ريال لإعادة ترميم مباني النيابات في محافظتي حضرموت والمهرة. وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه بمدينة المكلا بأعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابات بمحافظة حضرموت على ضرورة تفعيل مجلس القضاء الأعلى، واستعرض أعضاء السلطة القضائية التحديات والصعوبات التي تواجههم، والتي من أبرزها تأهيل المباني بعد أن دمرتها القاعدة وأحرقت كل ملفات النيابة، وضرورة صرف رواتب القضاة والنفقات التشغيلية
التي وقفتها الميليشيات الانقلابية في ظل حربها العبثية، ووجه رئيس الوزراء محافظ حضرموت بتأمين مباني القضاء. أعلنت مصادر عسكرية في الجيش الوطني سيطرتها على مواقع هامة واستراتيجية في صعدة، وقال القائد الميداني مهران قباطي إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع في صعدة ودحر الانقلابيين منها وفتح المنافذ اليمنية بقيادة العميد هاشم السيد قائد محور صعدة. وأكد مهران أن قوات الشرعية سوف تواصل الزحف حتى تطهير كامل صعدة من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وقالت مصادر في الجيش الوطني إن فرقا هندسية من الجيش بدأت بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات في الطرق الرئيسية والطرق الفرعية في مديرية كتاف والبقعة. قتل 19 من ميليشيات الانقلاب في غارة جوية استهدفت موقعا لهم بمحافظة الجوف. وأفادت مصادر محلية في المحافظة أن غارة جوية استهدفت تجمعا للميليشيات في منطقة الموتون بقيادة المدعو أبو شاهر الذي قتل إلى جانب مسلحيه. وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو أبو شاهر كان يحشد مسلحيه في ساعة مبكرة في مزرعة الورش قبل أن تباغته طيران التحالف، ويرابط رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية المتون التي تبقى أجزاء منها تحت سيطرة الميليشيات التي تتحصن في منازل المواطنين. اندلع حريق في محطة بترول في محافظة تعز نتيجة تعرضها لقصف بصواريخ الكاتيوشا. وقالت مصادر إعلامية بمحافظة تعز إن ميليشيات الانقلاب أطلقت صواريخ الكاتيوشا على مدينة تعز بمنطقة النشمة، ما أدى لاحتراق محطة النشمة البترولية جراء قصف الميليشيات. وأكدت المصادر أن القصف استمر لعدة ساعات من قبل ميليشيات الانقلاب، وكثفت ميليشيات الانقلاب قصفها العنيف خلال الأيام الماضية على أحياء تعز بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا غير أبيهة بحياة المدنيين العزال. ختاما شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.